سلام ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله فكرت انني نشارك معكم الروتين ديالي في الخدمه كيفاش كيكون. بالنسبه يعني اغلبيه كنحط لكم لي موديل واجدين او اللي بعدنا، بس كندير لكم التعليم ديال الطرز او التنبات. اليوم فكرت انني نشارك معكم بعض البياسات اللي بقاو لي هنا. المهم كانوا عندي بياسات البارح ودفعتهم، يعني دوزتهم التنبات فما ما صورتهمش معكم، ولكن اليوم قلت راه نشارك معكم هاد الموديلات هادو. بالنسبه هذا راكم شتيو سبق لي خدمه في القناه اللي فيه الوريضات بحال هادو. هذا التوب ديال البروكال كما كتشوفوا، بالنسبه راه مفصل. اول حاجه كنديروها هي اننا كنمشيو ناخذو الثوب اللي طالبه منا الكليانه، كنمشيو نشريوه وكنفصلوه وكندير له السورجي. بالنسبه هادو قفطنات، هذا كيمونو، هذا قفطان يعني بلا سفيفه، غادي يكون مطرق بالتنبات، وهذا قفطان بالسفيفه غادي يكون وبالتنبات الصدر، والكميمات ديالو مقطعين بواحد الطريقه واحد. ان شاء الله دابا نحط لكم الموضوع تشوفوا كيفاش داير. وهادو جوج ديال القفاطن ديال متابعه القناه كما كتشوفوا، الثوب ديال الثلجه فهاد اللون هذا، يعني انا صورت ليها الالوان اللي كاين في المحل وهي اخترت هاد جوج ديال اللوينات. درت له الدوبلور ديالو اللي هو هذا التوب ديال الجالاكسي هذا، وهذا التليجه كما كتشوف بحال هكذا، يعني هذا هو اللون اللي جا متناسب معاه. لاحظتي ولا حليتو؟ غادي تشوفوا ان هاد اللوين هو اللي كاين فيه نفسه، هو اللي جاي معاه. وبالنسبه هذا اللون الثاني اللي اخترت، فهذا هو اللون اللي بصراحه جا معاه مزيون، غيكون غير دوبلور من التحت وصافي، يعني هما يكونوا غير قفاطن ومجموعين بالتنبات، مطرقين ومجموعين بالتنبات. ان شاء الله ضروري غادي نوريكم كيفاش غادي يجي الشكل النهائي ديالهم. بغيت دابا غير نشارك معكم التوب كيفاش داير، وغادي يكون التنبات غير بالعقيق المهرس ديال ام جي بي. اما دابا غادي نقول لكم هذا القفطان هذا شحال كيدخل ديال السله، باش اللي بغات دير التطبيق ديالو اولا بغات تخدمو لبنتها غادي تكون عارفه شحال الكميه ديال السلعه اللي غادي تقدر تشري باش توجدو. كما كتشوفوا القفطان كما قلت لكم هو هذا التوب ديال البروكال، راه مفصل ناضي، غنوري لكم كيفاش داير في الصاله. وما كما كتشوفوا راه كيكون فيه بزاف ديال الطراف، يعني بحيث كانت تقطعها في جهه الكرش. دابا مثلا هذا الظهر وهذا الربع وهذا الربع، هذا الكم الطرف ديال الكم، حيت الكم تاهو مقطع، فهمتي؟ يعني كيكون فيه بزاف ديال الطراف. هذا عاوتاني ديال الكم اللي كيجي فيه ليبلي، جاي الفصاله ديالو بحال هكذا، يعني نص دائري من الفوق ومن التحت. المهم هذا تا كيوجد عاد كيبان الشكل ديالو. الخياط كيكون بطبيعه الحال عارف الطريقه كيفاش كيتخدم هذا الشيء. المهم فيه بزاف ديال الطريفات، ضروري السورجي لان البروكال كيخرجوا الخيوط ديالو، فضروري السورجي باش نبقى محافظين على القياس ديال الثوب ديال الفصاله ديالنا. هانتوما شوفوا بالنسبه للثوب راه فيه هذا الفص هذا، انا بالنسبه لي هذا هو الظهر وهذا الوجه كما كتشوفوا، هذا هو الربع. كيفاش كناخذو باش نقدروا اننا نعرفوا السلعه اللي غادي نشريو الكميه؟ صافي كنشوفوا الرشمه كيفاش دايره وكنحددوا العدد ديال الوريضات اللي غادي نشريو. هانتوما كما كتشوفوا خدينا وريضه وحده في الغوص بالنسبه هذا الربع، واحد وحده هكذا في الزاجي، وحده في هذا الخضر، وجوج في هذا المارون هكذا. هادو هما العدد ديال الوريضات اللي دخلنا في الربع، صافي هذه هي يعني عدد الوريضات اللي ناخذو، يعني اللبسه كامله يعني قفطان كامل شحال ناخذو منه؟ ناخذو جوج في هاد الزاجي، وجوج في هاد الغوص، وجوج في هاد الزاجي عاود، واربعه في هاد المار. صافي بالنسبه للقفطان عندنا هما العدد ديال الوريضات اللي غادي نقدروا ناخذو فيه هما هادو. وبالنسبه للقفطان الاخر راه نفس العدد، الا شفتيو هنا راه جوج غوص، جوج في الزاجي هكا كبار، جوج صغار، واربعه في المارو. صافي هذه هي الكميه ديال الورد اللي غادي نشريو، باش ما تمشيوش حتى للمحل اولا تبقاو تحسبوا اولا تشريو حاجه وتبقى لكم حاجه عاد تولي تمشيو تاخذوها عاوتاني مره واحده اخرى ويضيع لكم الوقت. لا، هكذا كتحسبي بالضبط شحال من ورده خاصك وكتشري كلشي في دقه واحده. مثلا جوج قفيطنات راه من الاول تحسبي 8 في المارو، واربعه هذا الشكل هذا، واربعه في شكل الاخر، واربعه في شكل الاخر. صافي هذه هي الطريقه باش تقدروا انكم تاخذوا السلعه ديالكم وتكونوا عارفين يعني ضابطين شحال تديو معكم الفلوس، شحال ديال الورد غادي تشريو، شحال ديال العقيق غادي تشريو، كل من بعد ملي كنساليو من الوريضات اللي خاصنا كنمشيو عاوتاني للعقيق اللي غادي نخدمو به، لان هادو اللي حطيناهم بوحديتهم كتجي رشيمه خاويه، فضروري كنعمرها مع الجنيبات. فكنديرو مثلا هذا كما كتشوفوا بحال هاد الشكل هذا، راه كاين هذا فيه خضر فيه اللوينات، وكاين بحال اللي غوز داخل فيه غوز ومارو كما كتشوفوا، هذا راه ماشي هو هذا، راه مختلفين شفتيه، راه كاين اللوينات مختلفين. انا هاد الموديل خدمت فيه هذا اللي بحال اللي زيتي،
هو اللي خدمت فيه بزاف، خدمته على شكل بحال سبوله. المهم انا نوري حط لكم الصوره باش عارفوا بالضبط على ايش كنهضر. هادو حتى هما احتاجيت هاد اللون هذا، هذا رقم 3 كنظن، هذا رقم 3 وكنخدموا بهذا العقيق، كنديرها حبه في الراس ديالو من هذا المارو هذا. وبالنسبه على الباك ستراس اللي هو هذا، درته مشتت مع الجنيبات ديال ورادي وديال الخدمه كامله، درنا هذا مشتت. المهم انا حط لكم الرشيمه كيفاش جات الشكل ديالها، كنظن ان اللي تتابع القناه راه غادي يعرف الشكل راس اللي خدمته، ولكن واخا هكا كنحطو لكم في هذا الفيديو باش تشوفوه. كما كتشوفوا انا راه كناخذ السلعه يعني بالجمله، كناخذ كميه كبيره بحيث ما كنخدمش غير بياسه وحده كل مره، يعني كنخدم بهم ماشي ضروري هذا الموديل هذا، يعني كنخدموا بهم موديلات واحد اخرين. فانا السلعه كنخدم بها حوايج واحد اخرين، فاللي غدير مثلا غير بنتها اولا شي حاجه ما غاديش تحتاج هادشي كامل، فهمتي؟ يعني تحتاج واحد الكميه صغيره 100 غرام اولا 200 غرام ديال كل حاجه، غير طبيعه الحال طيح شويه عليها غاليه الثمن، غادي يكون زايد لان بالجمله ماشي هو يعني بالتقسيط، ولكن كانت غير بياسه وحده ما عندها ما دير، يعني ضروري تاخذ كميه قليله ديال السلعه وصافي.